فارقت مخلص يا وين اظل نوح كل عمري شما طالت ليال الشوم والدور يظل معدن هلي روباس والدر شفوق على ملقى الضيف والدور مضارب ناس طيبين اللقى مضارب ناس طيبين اللقى من قضاء الدور مع أهلنا الدوريين العشائر العادات والتقاليد. خل ناخذ معاكم اليوم الحلقة الجديدة والأولى من برنامج تراحيب على مضارب أهلنا الدور عاداتهم وتقاليدهم. تعالوا يانا وخل نشوف هاي الحلقة. يا ولي عالم ظل نوح كل عمر على ما غدت وبضامري خلت على ما شبه ناعور يا بوف شبه ناعور خلتني على ماي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ولي عالم شبه ناعور خلتني على ماي. اوه يهشل وين واحلى فراق الاحباب. الله يحفظكم. السلام عليكم. اعزك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم. مرحبا حياكم الله. اهلا وسهلا. ما شاء الله. يا والما واللي اسمع واللي هلا 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 من دور دور الطيب يا دور هلا من دور دور الطيب يا دور مشاريع الارباع بكرم يا دار هلا للي نخاهم هلا للي نخاهم ظول يا داير حما ورواق لثقال الاصعاب حمى ورواق لثقال الاصعاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم احبه المشاهدين والمتابعين والمحبين لهذا البرنامج، واعني به برنامج تراحيب. برنامج تراحيب برنامج الانس، برنامج المعلومه النافعه، برنامج العشائر، برنامج العادات والتقاليد. اليوم برنامج تراحيب وكاميرا التراحيب وهي تتجول في محافظة صلاح الدين الحبيبة، كان لنا هذا اللقاء وهذه الأمسية الجميلة وهذا الدخول اللي سمعناه وشفتوه لأول مرة إلى قضاء الدور. شفنا وإذا قضاء الدور اسم على مسمى، وتحية وألف للدور كل الدور، لكن دائما البداية للمعازيب وأهل المضايف والدواوين والقعدات الطيبة مع الشيخ صبحي فيصل عبد أبو حيدر. مساك الله بالخير عم الشيخ. حياك الله. حياك الله رفقان. الله يحفظك يا ابو حيدر. حياك والله الله. والله بخير الحمد لله. الله يحفظك. حياكم الله. اليوم تراحيب بهذا الكاميرا والكادر اللي جاء وزرنا الدور وشفنا ما شاء الله اسواق عامره وناس مليئه بالمحبه بالسلام وهذا القعده الحلوه اليوم مع الوجوه الطيبه. كاميرا التراحيب اليوم بدياركم وبمضايفكم يا عم ابو حيدر، وش تحب توجه من رساله وكلام البرنامج تراحيب والمتابعي برنامج تراحيب عبر قناة سامراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله قناة سامراء البطلة المجاهدة. أنتم فاجأتونا اليوم، وكانت مفاجأتكم هي شرف لنا، يم أهلكم ويم عمامكم في قضاء الدور. هذه المدينة الباسلة التي قدمت كثيرا من الشهداء قربانا للوطن. وأقول الشهداء أخص كل العشائر من أبناء الدور بدون استثناء، كل العشائر قدمت شهداء، وكل العشائر ضحت. عمامي أبو مدلل ضحوا، وعمامي الشويخات ضحوا، وعمامي المواشط ضحوا، وعمامي أبو جمعة ضحوا، وعمامي السادة تاج الرأس أبو عجة والنعيم، كلهم قدموا أبنائهم قربان لهذا الوطن، سواء في عهد الثمانينات أو قبلها وبعدها. فمنذ دخول داعش هذه العصابات الإجرامية المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا، قطعوا الحرث والنسل، أخزاهم الله إن شاء الله ومن والاهم. فكان لوقفة أهل الدور، وأحكي لك ولا انتقاصا ببقية أهلي وأخواني العشائر الموجودة بالدور، إحنا ابن عمي أول شهيد استشهد منذ دخول داعش إلى صلاح الدين في فلكة العلم، وبقى ثلاثة أيام محطوط قاتل إلى أن نفذ العتاد ماله. نعم، نجم عبد الله حميد اليوسف ابن عمي الله يرحمه ان شاء الله برحمته الواسعه. أيوة والله. ابو حيدر، نعم. اللي يدخل للدور يحسب ان الدور يعني عشيره واحده، نعم، لكن تبين انها عشائر بس يعني تجتمع تحت هذا الاسم وهذا الرايه، نعم، اللي هي رايه الدوريين. نعم. يعني شيء جميل جدا انه الكل متالفه ومنسجمه، الحمد لله، ولكن بها تفرعات وقبائل كثيره جدا، نعم، تنتمي الى هذا الاسم الجميل، نعم، اسم الدور. الدور عشائركم، عاداتكم، تقاليدكم، قعداتكم، روحاتكم، جياتكم، نعم، مع العشائر الاخرى ضمن نطاق المحافظه او، نعم، خارج المحافظه. الدور تضم مجموعه عشائر، والعشائر بها طي، وبعشيره البحيدر طي، الله، نعم، وعشيره عمامي ابو مدلل العباسيين الهواشم، نعم والله، وعشيره الشويخات أم الجبور عمامك، الله الله، نعم، منك ومنهم، أيوه، نعمة حالك، وعشائر المواشط السادة الحسينية عمامي وخوالي وأهلي كلهم، يا سلام، وعشيرة البجمعة السادة البعاج القيلانيين، وعشيرة الطرابلة السادة أجدودنا وأعلامنا سيد عز الدين أبو عجة، الله ينطيه صحة وسلامة، وأوجه له التحية من خلال برنامجكم ومن خلال قناتكم. وإحنا يعني كان بودنا وبنفوسنا أنه هو موجود بالدور، فالحمد لله والشكر على أمر الله أنه هذا الموجود. حقيقة إحنا شكلنا مجلس عشائر في قضاء الدور، نعم، صار له سنة، يعني هاي الأيام هي مضاله سنة، يوم 3/1 شكلنا إحنا، والحمد لله والشكر. فعشائرنا متآلفة متوحدة مفتوحة على بقية العشائر والقبائل الأخرى دون تمييز، جميل، يعني ما عندنا هذا منه ذاك منه، هاي ما موجودة، بما فيهم عشائر أهلنا أهل الجنوب الكرماء الأصلاء، وعشائر أهل الفرات، وعشائر الغربية، وعشائر كركوك، الحمد لله وشكر عندنا تواصل وياهم. وأني يعني ما أريد أمدح لك نفسي، أنه أني ألتقي بالوجهاء والشيوخ، والحمد لله وشكر ما عندنا مكان يبعد علينا شيء ان شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير ابو حيدر، حقيقه واني هم الا ارجع لك ان شاء الله، الله يبارك من اجل ان نتحاور ونتباحث اذا ان شاء الله عشائر الدور على كافه مكوناتها، نعم، وتسمياتها، نعم، لكن تنتمي لهذا الكلمه الجميله، نعم، قضاء الدور، قضاء الدور، وهذا الموطن اللي ولدوا به ونشأوا به وتربوا به وتعلموا منه حتما الكثير الكثير. جزاك الله خير يا ابو حيدر. واحنا ايضا الا نرجع من اجل ان نسالك احبه المشاهدين والمتابعين، اليوم الامسيه اذا عرفناها والقعده عرفناها واللمه عرفناها والترحيب من ترحابهم من ملقاهم، عرفنا انه احنا اليوم في قضاء الدور، معانا اليوم وجوه يعني الناس تسال عليها وتشتاق لها وتريد لمتها. اليوم اذا راح تكون امسيه جميله، لكن اليوم ناخذ من اهل الحكمه، من اهل التجربه، من اهل الموعظه، من اهل الادب،
ومن أهل اللغة أيضا. الشيخ أحمد العبد الكريم الحاج حسين أبو هيثم مساك الله بالخير. مسي بالخير. شلونك وشلون أخبارك؟ الله يحفظك. ممنونين ومسرورين اليوم على هذا اللقاء معاكم وإن كان على عجل مثل ما قال عمو أبو حيدر، لكن نحب أنه نسجل هذا اللقاء معاكم ونسمع منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. بصراحة أنتم فاجأتونا بهذا اللقاء الجميل والحلو، وكنا نتمنى أن يحضرون بقية شيوخ المنطقة وعلمائهم ثقافيها ومراجعنا. أخوتنا الشيخ حسيب الحاج شهاب، الشيخ عشيرة أبو ماشط، والشيخ جلال الحاج شاكر الحاج وهيب الشيخ عشيرة أبو جمعة، والشيخ جلال المطلق القدوري الشيخ عشيرة أبو حيدر، والشيخ أسعد كمال أسعد الطاهر محمد شيخ عشيرة الشيخات، وبقية الوجهاء والمفكرين من مثقفين وعلماء ومؤرخين ونسابة مثل الأستاذ أساف أبو مهند والأستاذ سامي ندى بعض الدكاترة والمفكرين والعلماء مثل دكتور سامي صالح محمد، ورجل بارع في التاريخ وإلى موسوعات وإلى مؤلفات كبيرة، ورجل يعني إحنا دائما هو نعتبره مرجع في العجل من الأمور، ودكتور سامي محمد زها ودكتور عبد الله حمد وهكذا بقية العلماء المفكرين والأخوة الشعراء إن شاء الله، ولكن البركة إن شاء الله بالجمع المبارك. أي والله، وندعوكم لتكرار حتى لا تغيب عن هيك وجوه جميلة عن هيك جلسات. حتما أي والله، يقولون دائما المجالس الحلوة تعاد لحلاوتها، فهذا المجلس المبارك واللمة الحلوة إن شاء الله حتما. يعني إحنا اليوم قدم السبق كان لنا، وهذا القعدة الحلوة معاكم حتما إن شاء الله تتبعها قعدات وجلسات. وأريد أسألك أبو هيثم، ما دام أنت مهتم بالأدب والتاريخ، و يقولون أن الدنيا عند الله 7000 سنة، يعني هكذا ورد أن الدنيا 7000 سنة، عمر العراق بها 7000 4000 إلى 5000 عام. إذن العراق يعني بلد عظيم عريق، شقد حاول الأعداء، حتى أن التاريخ يقول حاول أعداء العراق أن 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 يعني العراق غزوه غير العراقيين أكثر من 14 مرة، لكن مع ذلك ينهض من كبوته ويقف على قدميه ويظل شامخ عزيز، وكل اللي حاربوا العراق حتما يعني يرجعون خائبين. الدور هذا القضاء الجميل، واليوم هو على نهر دجلة الخالد، مزارعه، بساتينه، رجالاته، عمر قضاء الدور تقريبا إلى كم سنة يرجع عمر هذا القضاء من يعني كتاريخ، إذا عندك معلومة تنورنا بها. والله تاريخ الدور تاريخ قديم جدا. قديم. نعم. قديم حتى جداً. من زرنا شفنا مناطق أثرية. نعم. ومكانات. أكو يعني. أكو كنائس قديمة موجودة. كنائس. كنائس موجودة. وادي موجود به مقبرة مع المسيح، يعني موجود، يعني دليل أنه الدور متأسس قبل. يا سلام. الإسلام. الله الله. نعم. الله الله. إحنا منطقة الدور. نعتبر ما مر بها غزو نهائيا، لأن بقت محافظة على العادات والتقاليد القديمة، والدين مالنا النقل بالتوارث من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صحابة الأطهار إلى آل بيت الأطهار، بقى لحد الآن من تابع التابعين، فما تأثر كل شيء، بقت العادات والتقاليد نفسها محافظين عليها. نعتبر زياراتنا من أنت تفاجأت هسه بوجود عشائر في قضاء الدور. إيه بالله، كنت أتوقع عشيرة واحد اسمها عشيرة الدور. أنا نعتبر زيارتي أحد عشائرنا من قضاء الدور أعتبرها صلة رحم، لأن كنا أهل بيت واحد ومتآصرين ومتآخين ومتحابين، وجميعنا تلقانا واحد إن شاء الله. إحنا بهاي المناسبة السعيدة وجمعتنا المباركة وجيتكم هاي الحلوة الجميلة، لا يسعني إلا أن أقدم التهاني والتبريكات إلى جيشنا الباسل الواقفين الآن يدافعون عن هذا الأرض. أي بالله، أي بالله. وأهني وأبارك جيش عيد الشرطة العراقية الباسلة البطلة، والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، شهداء معارك التحرير، شهداء الوقفة النبيلة. أسأل الله أن يتقبلهم بقبول حسن إن شاء الله، والشفاء العاجل لكل جرحانا. وأهني الحشد الشعبي وليد الجيش العراقي الباسل، وليد هاي المرحلة اللي دافع واللي ثبت واللي رجع للمناطق هيبتها، وأحيي هاي وجوه الكريمة، وأحيي كل عشائرنا في قضاء الدور بكل مسمياتها وكل عناوينها، وأحيي جيتكم المباركة هاي اللي تنقلون حال أهلكم وناسكم إلى بقية عراقنا الحبيب من شماله إلى جنوبه. الحمد لله. عشت يا أبو هيثم، بارك الله بك. حتى الدور بعض مرات تتعرض
لهجمات هنا وهناك. نعم. وضربات هنا وهناك، لكن إن شاء الله إلها أهلها وإن شاء الله إلها رجالها وإن شاء الله إلها ناس اللي تحامي عنها وتدافع عنها. جزاك الله خير الله أبو هيثم، تسلم وتعيش. أيضا اليوم لهذه العشائر الجميلة والأطياف المتنوعة والكلمات التي تخرج من فم الحكماء والكبار وأهل التجربة وأهل الدين، أيضا معانا الشيخ مكي عز الدين جاسم أبو عجة أبو الوليد، مساك الله بالخير ومسرورين معاك بهذا اللقاء والقعدة الحلوة واللمة الحلوة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم أولا وأن يحميكم ثانيا، وإن شاء الله تبقى الوحدة تبقى الابتسامة يبقى الكرم تبقى الشهامة في قضاء الدور، ونسمع منك ما تختاره يعني لهذا المجلس. حياكم الله وحياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ما أريد أزيد عن اللي تفضلوا به المشايخ الأجلاء أخويا أبو حيدر وأخويا أبو هيثم. جنابك سألت عن مسألة تاريخية عن تسمية الدور أو عن تاريخ الدور. نعم. هناك حقيقة معلومات وآراء كثيرة حول تسمية الدور. من ضمن هذه المعلومات أنه هي دور العلم. ما شاء الله. دور العلم. يا سلام. هذه واحدة من الآراء اللي سميت الدور باسم الدور لكونها كانت تسمى بدور العلم. ما شاء الله. ومن ضمن الآراء الأخرى هي دير اللي هي يعني يرجع الى المسيح الى زمن سيدنا المسيح عليه السلام سلام على نبينا افضل الصلاه والسلام. فهذه من ضمن الامور اللي اراء الموجوده. واكو راي اخر اللي هي سميت الدور لوجود الامام محمد الدري ابن موسى الكاظم سلام الله عليه، واللي موجود حاليا واللي اطال يعني حقيقه وصل الى يد الخراب على يد الخوارج وتفجيره وتهديمه، ولكن إن شاء الله يعمر إن شاء الله بأيادي أهلنا وعمامي الدوريين وخوال الدوريين إن شاء الله، ويرجع هذا الصرح الحضاري حقيقة اللي هو واحد من أسباب تسمية الدور يرجع إلى هذا الإمام سيدنا الإمام محمد الدري ابن موسى الكاظم. الشيخ أبو وليد، أنت شيخ عشيرة الطرابلة بالدور. نعم نعم، لأن عشيرة الطرابلة مثل ما تعرف أنت أنه هي منتشرة بالتكريت بصلاح الدين يعني وبحديثة وبغداد يعني وباليوسفية، وعندنا طرابلة يعني يقع عليكم مثل ما يقع على أي واحد من أهل الدور. الحمد لله. رغم أنه تشعب العشيرة وتنوعها وتعددها، لكن أنتم اليوم تعتبرون نفسكم كجزء أساسي من أهل الدور، وإن كان انتمائكم للعشيرة الكبيرة الأم اللي هي يعني خارج قضاء الدور ونطاق الدور. نعم. لكن دوري تعتبر حقيقة. أكو مسألة أذكرها ودائما أذكرها يعني بالمناسبات وبالمجالس. جميل. عشيرة الطرابلة لها تاريخ بالدور، وعندنا قبور موجودة حاليا. يعني قبر جد حسين الأعرج. نعم. قبر جد حسن أبو عجة اللي عمره تقريبا بحدود 250 سنة بالدور وموجود حاليا، واللي أيضا هدم وفل يعني فلش من قبل خوارج العصر حقيقة يعني، والمشايخ يعرفون هذا الموضوع. احنا نعتبر نفسنا دوريين، ما نقول احنا طرابلة، ولكن هذه المسميات تدري من باب يعني جعلناكم شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل، وانما نحن نعم الطرابلة نعتبر نفس الدوريين. واقول كلمة دائما اكررها، اقول بدون قسم لو نظفنا شوارع الدور بهدب عيوننا شعرات لحانة ما نوفه للدور. يا سلام. بارك الله بيك. ما نوفه للدور. سيد بارك الله بيك. أهل الدور وللدور مكانة في قلوبهم. الله 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 الله. قبل ما حقيقة اتصلوا بي الأخوان وقالوا يعني كانت هناك دعوة للخروج لبغداد. قلت والله أنا يعني أنا قاسم إنه ما أطلع خارج الدور. لأن طلعنا بعد التهجير. بالتهجير العفو سنة وشوية. تمام. فمن جينا أقسمت إنه ما أطلع من الدور. الله الله. اعتزازا بهذا المكان. يا سلام. الأرض أم. أي والله. وبلد البلد أم. نعم. هذه أمنا. نعم نعم. وإحنا الحمد لله ترعرعنا ولادتنا بالدور وبين أهلنا وبين إخواننا، وما نعتبرهم إنهم مدورين وإحنا طرابلة. الله. لا والله نعتبر إنه إحنا أهل وعمام وأخوة، ويمكن يحسون بينا الشيوخ. نعم. الأشلاء. أنت تتذكر قبل شوية من خنقة العبرة. بلى والله أخذت العبرة وسكت أبو حيدر على عمنا وأبونا.
السيد عز الدين ابو عجه من الثوابت والشخوص البارزه في قضاء الدور. دائما احنا نرجع له في كل صغير وكبير. ما شاء الله ومعنا. ما شاء الله أطار الله في عمره ان شاء الله وبارك فيه. والله جميل. فهيك معدن طيب اصيل. الله الله الله. هيك تشكيله مثل باقه الزهور باقه الورد الدور. ان شاء الله دائما تفوح ريحه طيب من اذن سيدنا. انت بركتنا وتاج راسنا. شرف الدور بيك وكل طيب. أيوة والله. احنا نقول اهل البيت اللي ابو ناس الاعداء ممكن انه يعني تتكلم كلام ممكن انه يسيء لهذا الموضوع بالنسبه للدور. انه اهل الدور ما عندهم اعتزاز باهل البيت. اهل الدور انه هم ناس الواقع فرض علينا هذا الموضوع سنه وكذا وما ادري ايش. أيوة لا والله. احنا من اهل البيت ولكن والله لو عايشين بين عمامنا ما ننعز مثل ما انعزينا بالدور. ما شاء الله ما شاء الله. الله يديم المحبه ويديم اللمه يا رب. سيدنا وان شاء الله. نعم ابو هيثم. سيدنا احنا عشيرتنا نصها شيعه ونصها سنه. الله 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 الله. والله من اروح على عمامي البيت جنوب الله وكيل يفدوني بارواحهم. ما شاء الله ما شاء الله. وهم من يجون كذلك بيناتنا الحمد لله قويه جدا. هو هذا وهذا الشيء والله. نعم. هذا الشيء ما يقدم ولا يأخر قدر المحبه وصله الرحم الموجوده بداخلنا. فاحنا اهل ان شاء الله وكل العراق قلوبهم طيبه واصلاء ونجباء. الحمد لله. يعني اكو ناس تخلو من المحبه أبد والطيب أبد أبد وهذا إن شاء العراق الله. عراق عراق نعم. عريق بمحبته وباصالته وطيبه وكرمه وجوده. الحمد لله. اي والله جزاكم الله خير. الله بارك الله بكم. إذن هذه هي مشاعر وهذه هي رسائل وهذه هي مجالس وعادات وقعدات أهلنا بالدور. نسأل الله عز وجل أن يحفظ القضاء. يا جماعة الخير صلوا على النبي. الدور قضاء حال وحال الأقضية اللي مرت عليها يعني داعش الظلامي والإجرامي. ألا تهدم الدور؟ ألا تهجرت ناس؟ ألا اشتاقت ناس لهالمكان؟ يسولفون أهل الدارمي أهلنا أهل الجنوب يسولفون أهل الدارمي يقولون أكو أربعة قعدوا بمكان. كل واحد قال بيت مال دارمي وكل واحد قال بيت بس بنفسه شيء. واحد اشتاق للديرة والآخر اشتاق للديرة بس بيته محروق. هذاك راد يرجع لبيته الآخر يقول له بيتك يعني بس أنا وين أرجع بيتي محروق. الآخر يقول له بيتك محروق ما يخالف أنا بيتي مهدوم. يجيهم هذا الجواب من أم التكملة بهذه الأبيات مال الدارمي حتى ناخذه بعدوان. يقول قال المشتاق لديرته وهلو قال يمتن رد ردود لديار أهلنا بيها البشر يرتاح ما حد يذلنا بيها البشر يرتاح ما حد يذلنا. يجاوب واحد يقول له بيها البشر يرتاح بس قلبي بينار بيها البشر يرتاح بس قلبي بنار بيت الصفة محروق خلاني تذكار بيت الصفة محروق خلاني تذكار. يرد له الثالث يقول لك بيتك صفة محروق هينة وبسيطة بيتك صفة محروق هينة وبسيطة بساني بيت انشال من الخريطة بساني بيت انشال من الخريطة. ترد لهم أم فقدت شهيد ترد لهم أم فقدت شهيد تقول بيتك يطيح تهون انت اللي تبني بيتك يطيح تهون انت اللي تبني خلاني ابن البيت بس يرجع ابني خلاني ابن البيت بس يرجع ابني. معانا في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء الجميل الكبير ابو عدوان نمر الدوري صاحب يعني الصوت والحنجرة الذهبية التي قل نظيرها بين العراقيين. يعرفه الكثير ويحبه الكثير ويسأل عنه الكثير ويشتاق لحديثه الكثير. مع هذه الوجوه ورغم انشغاله وكثرة مثل ما يقول ترحاله أسفاره لكن أبى إلا أن يحضر مع أهل الدوريين وهذا القعدة الحلوة التي نجلسها مع أهلنا في برنامج تراحيب لأول مرة. أبو عدوان مساك الله بالخير وحياك الله. مساكم الله بالنور وحيا الله قناة سامرة وبرنامج التراحيب وحياك الله أستاذ أبو فرقان وحيا الله الأخوة الكادر اللي وياك الأخ سيف المهند والأخ المصور وتحياتنا لكم أينما حللتم. طبعا أنتم كما قال يقول تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم
في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس يا أقمار. تعيش والله. فأينما تحلون أنتم يجي إن شاء الله الفرح والسرور وحياكم الله. تسلم والله. بين أهلكم وديرتكم الدور طبعا الدور أي شخص يطب للدور يحس بروحه إنسان من 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 أهل الدور ليش؟ أي والله صحيح. أهل الدور عندهم فرد صيغ بالاستقبال الضيف. وبالكرم صيغ قل نظيرهم يعني بهذه المسألة. أول ما تجي يلاقيك بفكاهة. الله 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 الله. أول ما تتقرب له يلاقيك بفكاهة ليش؟ حتى تأمن. يا سلام. تأمن وتحس أنه طبعا مثل طبعك بالضبط يأمنك. وبعدها بالكرم ناس أهل صفاء نية تام. ومن ناحية الكرم يعني يقول هلا وميت هلا وميت الهلا وين سمت ما ننشد الخاطر أهل وين منين ما يكون سمت ما ننشد الخاطر هلا وين نعز الجاي مثل وجهك ومثل الأخوة الضيوف الكرام نعز الجاي ونقول له هلا وين بيب العين نبناله هطنا نعمة حالك. وأني بالنسبة لي فرضا علي ألب الدعوة مع أهلي وعمامي وأكابري اللي هم الشيوخ الأجلاء اللي حاضرين اللي أنا أعتبرهم رموزي رموزي بكل شيوخ وقادتي وأهلي وهذا ناس طيبين وأينما ما يحلون تحل الكلمة الطيبة والذكرى الطيبة الحلوة. جبتها على الدارميات اللي مهدمة بيوتهم ومدري ايش اكو انت تقول هذا بيت اعتلق وهذا بيت اتفلش لكن اللي يحترق ويتفلش يقولون عليه انهجم مو فاحنا من طلعنا انا قلت سقوني سموم رقطه والهواليج ايه سقوني سموم رقطه والهواليج ودعوني من الرماي والهواليج هجم هدك يديره هجم يعني حرق وتفليش هجم هدك يديره ولا هاليك قطيع الخزل انه هالذياب كل 10 12 راحوا بصف يا ابا يا ابا. والدور انا اقول لكم انتم ومن خلال شاشتكم اقول عول علينا ترانا من العوالي عيال عول علينا ترانا من العوالي عيال ورقابنا قنطر العيون الرفاقه عيال ما نعرف نعيل ما نعرف نعيل لو ما بالظنون عيال وان كان بالقول عز القول وان كان بالهرج عز القول من عدنا وان كان بالطيب طيب الريح من عودنا عفاف عفاف ما بينت على الجار من عدنا نمشي تجمل ولا نوري الخصيم عيال اشتب عز يا سلام. ولما اريد اذكر عمامي واذكر اهلي يعني شوف قبل يومين او ثلاثه صار تعرض من 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 غربان الظلام على احد القواطع اللي هي جايه هين بداخل الدور عن يعني مو من زمان جت وصار عليها تعرض يعني تصور الدور لاجت ناس فوق اسطوح ناس بالشوارع ناس تركض ناس تمشي ناس تهوس ناس تنخى على شنو على أن يكاتفون ربعهم وكاتفة وربعهم الحشد الشعبي بالدور الرجال الأبطال الأشاوس اللي وقفوا وقفة كأنما ساتر ما يخترق ووقفوا ويا ربعهم بالإضافة إلى كل الدورين حتى بنسائها عفية أخوتي ويا اللي نريد إنسان يدافع فهذا شان أهل الدور. فأقول لك أنا عن الدور أقول اتفضل اذا عندك قل حتى اسالك لان انا ببالي اطلب منك مو سؤال اتفضل اطلب من موال من مواويلك الحلوه وصوتك الجهوري هذا الصداح تهديه البرنامج تراحيب ولهذا الوفد اللي جاكم من اربيل والشاشه اللي يحب الناس يشوفون بها اهلنا الدور بداخل العراق وبهواز ايران وبسوريا الحبيبه وبالخليج العربي وبكل يعني الى وين تصل الكاميرا والمشاهدين يحبون يشوفون هن الدور واخبارهم وسوالفهم واللي يعتبر سفيرهم الان نمر الدوري بالصوت الحلو واللقاء الجميل والاداء الجميل زول. فماذا تختار انت؟ انا اختار لك ورا ما احكي لك القصيده إيه اللي إيه هي والله. عن عمامي واهلي يعني عن الدور منك ومن عمامك واهلك والله اللي قلت بيها ابدي بذكر الكل الافضال منه الواحد المعبود غاية مرامي يا رازق يا من عليك اتكلنا برجاك ربي يا لتسير الغمام واثني اثني بصلاتك الفرض وسنة
على هاشم المختار وزك سلامي اللي تلى القرآن طاه المكنرة على المعاجز والمنول الظلامي ويا عين اللي لو سمعت بهن ويا قلب تحزن على قروم من كرام باتوا وطروش الليل وقطعوا عنا ما همهم الضاري وسود الهوامي والبل المكارم ما يلقطون خنة يجمون رغثات الدواب والعزامي وكل ساعة ضيف يهدش والله نتمنى ملقاه ضحك السن قبل السلام الضيف لما تضحك بوجهه قبل أن يسلم ياخذ الأمن والأمان ملقاه ضحك السن قبل السلام واليغارة والفرسان والخيل جنة القلب صدر الغائرات العمامي وليه حشمتهم كالبرق بيمزنه بصدور بظهور بكرات عجايل اهمامي قالوا دخيل الزبن مطرود عدنا نبلش ولا تدنا كفوف الادغامي حنا الذي المظيوم لي صوتنا شيب وشباب نقوم لجل حوامي وحنا الذي سود الدخن تشهدنا وعلى كعوب سلاح ضقنا الافطامي نجر العنيد لترجف القاع منه ونعالج الحصميت ليتشان حامي زلم العراق الصحف نسب النخاقان ممهورات ختم التمام تعود الليالي بخير تعود الليالي بخير ولي ذكرنه بالطيب ما هو من شريحة حرامي من قال على الحرة الحباري رمنه ومن قال ابو سرحان يخشى الغنامي عمر القطية الباز ما خفقنه ولا جفل النصاحيات النيامي السبع عمر كلاب الله يعزكم السبع عمر كلاب ما قارب انه وعمر الفهد ما يظهد انه ريامي وعمر الفهد ما يظهد انه ريامي وسلامتكم سلمك الله يبارك وبيكم جميعا تسلم 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 وتعيش هذا لأهلك وأعمامك وأخوالك وربعك نعم لبرنامج تراحيب اختار برنامج تراحيب يعني الكلام الكلام يكون ضحل امام هيك ناس تعيش والله والنعم منك ابو عدوان طيب ما عليك زود والله تسلم وناس تتفقدون كل البشر الله يحفظكم يعني والله الله يحفظكم واقارب واصحاب ويعني فيعني يعني يعني ماذا تريدون ان نقول هنا تجف الكلمات يا سلام يا سلام يا سلام ف قليل منك يكفينا ولكن قليلك لا يقال له قليل أنت مما تختار إيه والله مثل هلا بك جاينا على الدار امي واللي اوه لا 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 مثل هلا بك عين ان كان يكفيك يا الله جاني يكفيك بلا نسقيك مي العين وفي العين ايه لا 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 جاني يكفيك هذا لعيونكم وحياكم تعيش 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 بيكم جميعا بارك الله بيك جزاك الله خير عمي أبو حيدر مجالسكم هذه دائما مجالس الأنس والسعد والمحبة والسلام إن شاء الله تعالى يسولفون يعني على الدوريين بأنه أصحاب نكتة وأصحاب من نكاتها الدور مما يحفظها الناس من سوالفهم الطيبة انتش عندك مما تحب تقوله يا عمي قبل ما أقول على أهل الدور أقول على بغداد 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 الحبيبة إيه وجمجمة العرب بغداد تاج العز الله الله بغداد العصية الأبية على الأعداء والحاقدين اي والله بغداد
بغداد الحبيبة. الله 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 الله. وجمجمة العرب بغداد تاج العز على ذروة سنام المجد تلقاها. تلقاها. بغداد الحبيبة طيبة النهرين. اي والله. من طيبة تمرها طيب محلاها. الله الله. بغداد إن شاء الله ستبقى شامخة. إن شاء الله يا رب. وستبقى عصية على الأعداء والحاقدين والعملاء. إن شاء الله يا رب. الدوريين. عمامك الدوريين. اي والله والنعم منهم ومن كلهم. أصحاب قلوب طيبة. اي بالله. وأصحاب ملقى طيب وما عندهم حقد على أحد. يا سلام. أبد يعني ما واحد تلقى دوري شايل بغض على واحد. يا الله. متاتر. جميل. فالحمد لله وشكر. الحمد لله. ومن الطرائف مال أهل الدور سابقا. اي والله اي والله. الحقيقة تري قبل ماكو سيارات. ماكو. ولا أكو طيارات ولا أكو كل شيء. أها. يروحون كل واحد بتجارته. الله الله الله. نعم. عمي أبو حيدر أهل الدور سلام. أهل زراعة أهل صناعة أهل تجارة لو هم أهل كل هذا الصنايع. أهل الدور أهل كل هاي الصنايع. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. بس الطابع الغالب علينا إحنا زراعيين. زراعيين. بلد منطقة زراعية ومنطقة منتجة للبذور وهي سلة العراق. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الحقيقة من الطرائف مال الدور. إيه بالله. قبل رايحين شيابنا إلى الشمال. للشمال. سافرين الدنيا شتاء. الله الله. نعم. فجايين يم أغا من الأغوات. تحديدا. الدنيا مغرب قبل المغرب فحالين عليه ضيوف. هم مجموعة أشخاص. قاعدين الله بالخير الله بالخير مقدم لهم قهوة مقدم لهم شاي قبل العشاء. ما شاء الله. متعشيين مكملين. قام يريد يسألهم الأغا للحضور للخطار. تمام. فسألهم قال أنت منو؟ قال أني علي باشا. الباشا أمي. ما شاء الله. أولهم هو قال لهم منين أنتوا؟ قال من الدور. قال أنت منو حضرتك؟ قال أنا علي باشا. قال الباشا أمي. ما شاء الله ما شاء الله تدري. الكراد وهذا الكراد. أي والله. بيهم طيبين بيهم شلون شلون أهلنا والله. أهلنا. تمام. الآخر قال له والله أنا حميد أفندي. قال ولا أفندي. وي ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الآخر قال أنا صالح أغا. قال أفندي وباشا وأغا. وأغا أيوة. بابا منو ظل بالرأي مالتكم. فهاي وحدة من مال الدور. طبعا هذه افندي باشا واغا القاب بالدور. هاي موجوده عندنا ابو فرقان يعني لحد الان موجودين موجودين. لا يعني نعم نعم. ما اخترعوا ولا اسماء. لا لا مو حقيقيه. لا ما شاء الله. نعم نعم ما شاء الله. هم عمامنا وهنا وقرايبنا كلهم. هاي الطريفه. تعيش تعيش من خلال قناه سامراء. تحياتي الى كل اهل الدور داخل وخارج الدور. عفوا والله. ايوه داخل العراق وخارج العراق. ما شاء الله. هم راح يشوفونا وراح يريدون تحياتنا ومن هنا نقولهم ان شاء الله الدور محميه والدور امينه والدور مرتع للعراقيين الشرفاء. الله 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 الله. ان شاء الله أبد. ان شاء الله خيمه للكل ان شاء الله. اي والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عشت ابو حيدر. الله يبارك فيك. وايضا نرجع لك لان الحديث حلو اليوم. العرب تقول حديث ذو شجون وحديث ذو اشجان. لكن معانا ايضا العم ابو اسماعيل. مساك الله بالخير. شلونك وشلون اخبارك؟ قناتكم المفضلة في قضاء الدور. تسلم تسلم. أهلاً وسهلاً. تعيش والله. يعني هذا اللمة الحلوة والقعدة الحلوة وهذا السالفة المملحة الجميلة. ماذا تختار المجلس تراحيب وماذا عندك من رسالة تحب توجهها للمجتمع؟ والله أولاً أشكركم وأشكر قناتكم المفضلة. تعيش. صارتنا وداهمتنا. بارك الله فيك. الله 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 الله. ويعز علينا يعني نسولف لكم عن الدور يعني القليل مو كثير يعني الله لو تفتر بالدور يمكن او افتريت او ما افتريت في قضاء الدور حتى الان يعني انا عمري اصغر الموجود 40 سنه اللهم ما تبقي فيها من الشمال للغرب مطعم الله يعني اثر كرم الدور للدور مطعم واحد ما صار فيه الا القضاء ما شاء الله ما شاء الله حمى الله الدور واهل الدور يا سلام يا سلام يا سلام
جزاك الله خير، بارك الله بك. حقيقة كلمة جميلة، وأنه عاداتنا وتقاليدنا وفعلا الضيافة والملقى، وأنه واحدهم يعني أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر. نأخذ هذا الفاصل، المخرج يقول نأخذ هذا الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل معاكم لتكملة فقرات برنامج ترحيب، فابقوا معنا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، مساكم الله بالخير، يحياكم يبياكم يطبتم طاب ممشاكم. يا جماعة الخير صلوا على النبي. يسولفون التاريخ وأهل التاريخ على أبو الحسن التهامي، هذا الشاعر المعروف، الرجل اللي ما عنده إلا ولد واحد، وكان هذا الولد هو عزوة أبوه وعزوة عشيرته وقبيلته وناسه وربعه. قدر الله عز وجل أن هذا الولد يموت قبل أبوه لأسباب، فرثاء أبو الحسن التهامي مثل ما يقول التاريخ بقصيدة تكتب بماء الذهب. ألا أهل الدور كلهم حافظين القصيدة، لأن اليوم أنا مع أهل الدور مثل ما واحد بيعتمر على أهل البصرة، لكن القصيدة تقول: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومعود العادات ضد طباعها، متطلب بالماء جذوة ناري. إلى أن يخاطب ابنه اللي مات قال له: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول: أنت رحت الرب العالمين وخليتني بهذا الدنيا وحدي مع الأعداء، مع الوحوش، مع مطالب الدنيا وغيرها وغيرها. بعد فترة تدري قضاء الله وقدره أن الإنسان يعني كل من عليها فان، أنه مات الوالد. فورا ما مات أحد قرايبه شافه برؤية، الرؤية عند أهل الإسلام والمسلمين جزء من 49 جزء من النبوة، قال له: ما فعل الله بك؟ تقول الرواية قال: أدخلني الجنة بهذا البيت اللي قال بي رثاء ابنه: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره، لأنه صبر على موعود الله. لكل أهل الدور، لمن فقد حبيبا أو شهيدا أو غائبا أو أسيرا أو مفقودا، معنا الأستاذ السيد ثقيب جاسم محمد أبو قيلان. مساك الله بالخير يا أبو قيلان، نسأل الله عز وجل أن يصبرك على مبتلاك، وأعتقد أن الدنيا كلها مصائب وابتلاءات من أجل أن الإنسان يفلح بالدار الآخرة. لكن مسرورين معك اليوم ببرنامج ترحيب، فماذا تقول لبرنامج ترحيب ولهذه الوجوه الطيبة يا عم؟ حياكم الله جميع هالوجوه الطيبة ووجوه الخير. تعيش. أولا احنا نشكر هالإطلالة المباركة من قناتكم المفضلة قناة سامراء الفضائية، جزاك الله خير، على زيارتكم الطيبة القضاءنا الحبيب. تعيش. اللي هي دائما متواصلة بين الناس والمجتمع بصورة عامة. وأنا من المحبين إلى هاي القناة المباركة إن شاء الله. جزاك الله خير، والله تسلم. ثانيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان على ديرتنا الحبيبة وعلى محافظتنا بصورة خاصة، وعلى العراق كله بصورة عامة إن شاء الله. اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الرجال، القوات، القوى الأمنية وغيرها، وحشدنا المقدس، وكل من يدافع عن العراق بأصالة وشرف، إلى ألف تحية من عندنا. تعيش والله تعيش. ثالثا أكو عندي ثلاث فرحات الله بداخل الله. صدري طبعا هنا. الفرحة الأولى هي زيارتكم لنا، جزاك الله، وهالإطلالة المباركة والمفاجأة السارة. تسلم وتعيش. الفرحة الثانية أبين بها لكل من يتوقع، من كل الأطياف، لكل من يتوقع أنه الشعب العراقي يتفتت، أو أكو طوائف بينه، أو أكو تفرقة بين الطوائف، حتى أحب أوصل لهاي الفكرة أنه ماكو تفرقة. والدليل القاطع على ذلك أنه البارحة أحس بنفسي جاي من معركة وأنا منتصر بيها. الله الله. نعم، البارحة أنا كنت طالع البغداد وطالع بتسيارة على مرة، يعني مسيرين المرة، فطلعت وين أهلنا وعمامنا اللي هم أهل الحلة. الله الله. والنعم منكم ومنهم
الراس ان شاء الله. تحيه وسلام من خلال تراحيب واهل الدور الى كل اهلنا الحله وكل اهلنا الجنوب والله عشائرهم ومضايفهم الله يبارك بكم. فمن كان يتوقع او يتصور انه اكو تفرقه بين سني او شيعي او هذا من فلان منطقه وذاك من فلان منطقه، نحب نبين له من خلال هالقناه المباركه انه ترى احنا لا يزال ناخذ وننطي ونظل عمام ونظل اهل ونظل دمنا واحد ومسيرتنا وحده الى الموت ان شاء الله. عافيه والله عافيه. فجيت بالطريق من جيت وكانما قلت لك يعني كانما منتصر بمعركه، حتى من يسالون السيطرات منين جاي قلت لهم والله جاي من نصر مبارك ان شاء الله. شنو؟ قلت لهم والله اليوم تناسبنا وياكم حتى نبين للعالم انه بعدنا اللي يفكر انه اكو فرق حتى احنا ماكو فرق. الله وحنا الله هذا الشيء يعني بداخلي مسرور جدا به. جميل. الفرحه الثالثه اللي هي الاخيره انه حتى العالم تسمع كلامي من خلال قناتكم الفضائيه المباركه، تسمع هاي الفرحه الثانيه اللي انا فرحتها بتآزرنا وتآخينا واحنا ان شاء الله نظل اهل واخوه وربع الى الابد ان شاء الله وسلامه الحاضرين. عشت عيش بعز. عشت يا ابو قيلان، جزاك الله خير. سلمك ما شاء الله. ما شاء الله جميل الله جميل يبارك. جزاك الله خير. ان شاء الله دوم الالفه، دوم التناسب، التصاهر، دوم التزاور ما بين العشائر العراقيه كافه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بارك الله بيك ونسال الله عز وجل ان يرحم الاموات كل الاموات. آمين. والشهداء كل الشهداء ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يوفق الاحياء لما يحب ويرضى في قضاء الدور بمحافظه صلاح الدين وبكل عراقنا الحبيب. جزاك الله خير. عمي ابو حيدر قبل لا اذهب الى هذا الشبل اللي هو ضرغام الشبلي وناخذ منه القصيد والهرج الحلو، ذكرني عمي ابو قيلان يقول رحنا على الجنوب نناسبهم. اهل الدور من النوع اللي يعني ياخذون اثنين وثلاث واربعه لو يكتفون بواحدة. أنت شقد عندك؟ أربعة، خمسة، ستة؟ لا بقى. الحمد لله وشكر وحدة. وحدة بس؟ نعم الحمد لله. وكل أهل الدور على واحدة؟ لا قليل يعني قليل يزوجون اثنين أو ثلاثة. إيه. يا سلام. يعني مو هذا، مو يعني مو كثرة، مو غالبية، مو مثل عمام نجبور يحبون كل واحد يأخذ له ثلاثة أربعة. الله الله. ويمشي. وخواننا سوامرة ولد خدنا سوامرة هم يحبون النسوان يأخذون كثير. أهل الدور يتحيزون بس للدور، يعني الدورية ما يأخذونها بس الدوريين، لو هم ينطونها مثلاً للحمايل الآخرين. لا لا لا. والعشائر الآخرين نقول أخاف بس للدور. العفو بفرقان، إحنا الحمد لله والشكر متصاهلين مع كل العراقيين. ما شاء الله. نعم جميل. أنا هسه عندي ولد عمي ماخذين من غير عشائر. ما شاء الله. وانطينا الغير عشائر. ما شاء الله ما شاء الله. أخذنا من التمايمة وانطينا للأبيض وأخذنا من العزة وانطينا الغير يعني للكبيسات لأهل راوة لأهل عانة الحمد لله وشكر يعني ما وداخل الدور متصاهرين. واليوم أبو قيلان زادنا من الشعر بيتا. نعم. زادنا من الشعر بيتا وقال رحنا على الجنوب وناسبناهم وتزاورنا والنعم منهم اهل الجنوب والعراق وهذه هي اللمه الحلوه. اي والله اهل الجنوب تحياتي لهم كلهم. اي والله والنعم من قناتكم تعيش ومن هذا المكان من ارض الدور. الله الله احيي اهل الجنوب عشائرا رجالا ونساء شيبا وشبابا. الله الله واحيي اهل الفرات رجالا ونساء شيوخا شبابا شيبا. تعيش والله يحفظ العراق واهل العراق. امين امين. ان شاء الله. الله خير بارك الله يحفظك يا ضرغام. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. كيف حالك وكيف أحوالك؟ الله يسلمك. احنا حقيقة نشكرك شكر خاص قبل أن نشكرك شكر عام على اعتبار أنت اللي كنت المنسق واللي سمعت أنه احنا كنا هنا جايين لصلاح الدين فبطلب منك وباتصال منك وبزيارة منك أنه نمر على هلك الدور ونقعد معاهم ونلتم هذا اللمة الحلوة. وجزاك الله خير أكرمتنا على الضيافة والقعدة الحلوة والمجلس المبارك. واليوم احنا في تراحيب، أحسب أن هذا اللقاء الأول لنا معك في قضاء الدور. نعم. ببرنامج تراحيب، فماذا تحب أن توجه من رسالة ومن كلمات لأهل الدور ولكل من يشاهد برنامج تراحيب؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ فهمي. تعيش. حيا الله قناة سامرة. تعيش. بين أهلكم وعمامكم احنا نشكركم على هاي الجاية الطيبة. الله 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 تسلم. أهل الدور كلهم خوة وحدة عافية وإيد وحدة عافية والله. واللي ثبت هذا الشيء مثل ما تكلم أبو عدوان قبل يومين أو ثلاثة من صار التعرض على قضاء الدور. الله. ثبتوا بأنه ماكو مجال بعد بأنه يدخل أحد أو تصير ذخ شيء بسيط في قضاء الدور وهذا هو المهم. اي والله ونشكر
نشكر آمر لواء الفوج محمد الدري عبد اللطيف الهاشمي اللي كان بطل بمعنى الكلمة. عافية والله. واللي معاه كلهم. تمام. اللي ما قبل أحد يطب وصعد هو بالبدي. الله الله. يعني الله. آمر فوج يصعد بالبدي على الأحادية ويتقدم أول السيارة على المكان اللي صار بيتعرض من قبل قوات داعش الجبانة. المجرمين والله. حفظ الله الدور وأهل الدور. وهذه الأماسة الحلوة اليوم للشعر وللقصيد وللعتابة وللأبوذية وللزهيري وللشعر الشعبي بكافة أطيافه، ماذا تختار لهذا المجلس والبرنامج تراحيب ولهلك وناسك يا ضرغام؟ والله استاذ فهمي تدري انت هسه أكثر شيء اللي يطلبوه الجمهور هو العتاب. العتاب لأن أكثر شيء العالم انمست بحزن وهاي فالدورة العتابة. زين. فبداية بيت لما طلعنا من الدور فظلت الدور خالية ما بها أحد. إيه. فقلت يا دور العز مالي يا حدابيك. مالي يا حدابيك. يا دور العز مالي يا حدابيك وأشوف البوم بخرابيك. حدابيك. علام والحزن. علام والحزن صاير من حدابيك ولفاتش الضيم ومفكك أبواب. الله الله. والعتاب الآخر يقول يا طارش يا طارش لو رحت وصل معاليم على الخلة وسط شدي معاليم يا صيبي يا صيبي حير السادة ومعاليم القوم ما وجدوا. البيت الآخر يقول حزن وهموم بكبود مجابيل حزن وهموم بكبود مجابيل على الشانة وقرب عين مجابيل يحج على الراس من طين المجابيل على الشانة ولا منهم جواب. الله أكبر يا صح ابنك أبو عدوان. القصيدة تقول مو صوتش الزمن لو ردنا الاعتاب مو صوتش الزمن لو ردنا الاعتاب ولا دنيانا عوجة ونحكي يومي صوتش اليوم بينا ومو عجيب الصار لأن عفنا الممات ونعشق الدنيا نسينا السنة كلها وصيت أبو إبراهيم ونسينا العشرة كلهم زلم بدرية نعتب على الوقت ليش انقلب فدنوب ولا واحد عتب عن نفسه والنية ليش الظلم سيطر والفقير يطيح اسأل يا الفهيم وفسر الدنيا الصاير ما يصيبك وانت خوش انسان الصاير ما يصيبك وانت خوش انسان كل شي بأمر ربك هاي معنية شوف اش قد بشر مظلومة مسهل عوز وشوف اش قد بشر وياها مسبية وعكس ذلك عكس ذلك أريد تقارن وشوف ناس من الحرام تعيش مغنية وشوف إش قد بشر تفتر شواحيل وعكس ذلك بشر بر بستاذية وشوف إش قد بشر ما نطت نظرة بيوم وعكس ذلك بشر بالملهى يومية أقرب عين قلبك وفهم إش قال نبينا القال كل شي تسبق النية إذا نيتك سليمة تهزهز جبال وإذا نيتك خبيثة تطيح تالية صرنا بناس تفتن والبريء يطيح طوائف شتتون أشكال فنية جثث كومة لقينا وعلنا والذباح شيعة جثث قالوا بيتسنية وعكس ذلك لقينا وعلنا والذباح سنة جثث قالوا بيد شيعية ولكن مو حقيقة ولا تصدق يوم لأن خوتنا خوة بدمنا والرية تشتتنا وتركنا الدار والجار وأخبار العراق أيام مدمية مو صوتش الزمن لو ردنا الاعتاب ولا دنيانا عوجة ونحكي يومية صوتش اليوم بينا صرنا ظلام
البشر هم تغيروا مو صوج هالدنيا. البشر هم تغيروا مو صوج هالدنيا وسلام. الله الله الله. عشت 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 يا ترغام، بارك الله فيك، جزاك الله خير، تسلم وتعيش. يا جماعة الخير صلوا على النبي. أنا سبق وأن قلت في أكثر من محفل وفي أكثر من مكان يا أخوي أبو عدوان ويا شيخنا ويا المحبين، أن المجالس هذه والقعدات هذه واللمات هذه لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصري، أنها مرت كلمح البصري. المخرج أوعز إلي بالانتهاء وأحسب أن الدقائق انتهت، لكن حبيت أسمع التحية من خلالك وانتهنيت كل العراقيين، بس قلت لي أريدك تسلم لي على مقداد بن حميدان. أريد باسمك تجز التحية لمقداد بن حميدان اللي هو يعني زميلنا في قناة سامراء الفضائية بعمان، حتى نختم معاك بكلمة في دقيقة ونختم هذا المجلس المبارك يا هن الدوريين. شكرا أستاذ أبو فرقان، من خلالكم ومن خلال قناة سامراء أحيي كافة الإعلاميين، تعيش، وأحيي كافة الصحفيين، تعيش، اللي هم ينقلون الصورة الواضحة للبلد. الله 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 الله. داخل وخارج البلد. تحياتي إلى أخي وزميلي وصديقي العزيز مقداد الحميدان. الحميدان. أيوة. وإلى كافة الإعلاميين. تعيش. الموجودين في قناة سامراء وفي قناة صلاح الدين وفي القناة العراقية وبغداد وكل القنوات الفضائية الموجودة بالعراق وخارج العراق. تعيش. أحييهم من أرض الدور. جزاك الله خير. من دور العلم. الله 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 الله. من 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 دار الأدباء والمفكرين والعلماء ما شاء الله والمؤرخين ما شاء الله. فباسم عشائر الدور وباسم أهل الدور، نعم، من أهل الدور، أحييكم مرة أخرى. تسلم أستاذ أبو فرقان والحاضرين جميعا. تسلم تسلم بيتكم يم أهلكم. تسلم. وبارك الله بكم وأشكر جهودكم، والمغفرة والرحمة لشهدائنا الأبطال. أيوة. شهداء العراق وشهداء الأمة العربية وشهداء الدور. احنا بعد كم يوم تمر علينا ذكرى عزيزة وذكرى أليمة. نعتبرها عزيزة وأليمة. الله أكبر. ألا وهي استشهاد أخينا العقيد مؤيد الرشاد عامر فوج الإمام محمد الدري. الله أكبر. اللي ضحى بنفسه مع مجموعة من أخوان المقاتلين. الله أكبر. الأخ مؤيد هو وأخوه استشهدوا على أرض الدور. الله الله الله. الله يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم إن شاء الله ويغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم آمين. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة. آمين يا رب. واحفظ العراق وأهل العراق. واحفظ صلاح الدين وأهل صلاح الدين. واحفظ جيشنا وقواتنا وحشدنا. تعيش تعيش. وكل من يساهم بتحرير أرض العراق. تعيش تعيش أبو حيدر. جزاك الله خير. بارك الله بيك. تسلم وتعيش. الله يبارك. إذن أحبة المشاهدين والمتابعين، أحسب أن بهذه الكلمات بهذه الدعوات وبهذه الأشعار وبهذه الدرر التي خرجت من أهلنا في قضاء الدور تنتهي هذه الحلقة من برنامج تراحيب. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر جميع المعازيب اللي استقبلونا من مدخل مدينة الدور إلى أن وصلنا إلى هذا المكان. جزاكم الله خير الجميع كلكم. كنا في ضيافة الشيخ صبح فيصل أبو حيدر. جزاك الله خير يا أبو حيدر. تسلم وتعيش. والكلمات التي تكلم بها شيوخنا الأجلاء وأساتذتنا الأفاضل وهذه الكلمات والفن الراقي من الأخ الحبيب نمر الدوري والشعر الجميل من ضرغام وشيوخنا وأساتذتنا وكبارنا. لكن إن شاء الله تعالى مثل ما قال أبو هيثم تكون هذه الأولى وليست الأخيرة، حتى نلتقي مع أهل الدور بكافة أطيافهم وعشائرهم ومكوناتهم إن شاء الله. حفظ الله الدور وأهل الدور، حفظ الله صلاح الدين وأهل صلاح الدين، حفظ الله العراق وأهل العراق. انتهت الحلقة، وأيضا الشكر موصول للكادر الذي رافقنا من أربيل الكبير فوزي الجويني أبو صدام، وهذه تحية المخرج لكم سيف المهند. حتى ألتقيكم في أمسية أخرى ومجلس آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.